Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'atal maulid ba'ir. Ala mana wa ahluna wa salafuna wa abana salihun. Wa ala mana wa sahibul maulid ba'ir lil imam al-jalil Abdurrahman intibai rahimahullahu ta'ala. Wa jamil awliya masyarikil adhi ila mawarid biha. Wa walidina walidikum wa abadina wa abadikum. Anna Allah yawfir lana wa lakum. Wa anna Allah yakdi hajatina wa astur ayubana wa yubarik hadhal majlis wa anna Allah yashfi maradana maradal muslimin wa yu'afi mutalana wa yuhassin akhlaqana yandur ilayna bi'inir rida wal afwa amma madda wa tawfiq fima bagi wa anna Allah yakhtim lana wa lakum min husna fi khairin wa lutfin wa afiyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلي على محمد
يا رسول الله
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني نزركم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إني نزركم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير واتبع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واتبع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانيه السالب صلى الله عليه عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائد والطالئ والغارب صلى الله عليه ويوهده الناتق والصامت والجامد والذائب يدرب بعدل ساكن ويسكن بفضله الضارب صلى الله عليه لا إله إلا الله حكيم أدار بديع الكمي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بندم معتلف متراكي صلى الله عليه مما إن دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لقلبه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب صلى الله عليه وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه
محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إله هو آدم عليه السلام ولا آدم بيوني وعلى المراتب إله هو نوح ولا نوح بيجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب إله هو إبراهيم ولا إبراهيم بيدكم وجد على عباد الأصنام والكواكب إله هو موسى ولا موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه وسلم إله وعيسى يبشر بي وهو بين يدي نبوته كالحاجب إله فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم أمه الشقيق أبو طالب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك خير
سبع اتباك ثاكب صلى الله عليه ودمعوا قبلهم البعير فازل ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار
وهنأ إليه الجذع حنين حزين نادم صلى الله عليه داود أدار بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفر ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله إن غذي يعفو ولا يعاقب وإن غزم يزمن ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب صلى الله عليه في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرد من الأرض قبل أن يبرد الفرس وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لا حسك Yeah.
بكل قصد وقد حصل الهدى والزد غالي صلاة الله ما لهت كواكب على مد غير مرحب النجاة صلاة سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب صلى الله عليه أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآسر والمناكب صلى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متقابلين
لازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيح صلى الله عليه ولما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينة قال صلى الله عليه وسلم فأبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني بالسفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كتب به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أحرجني الله من بين أبويا وهما لم يلتقيا على سفاه قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على سيدنا محمد Thank you.
Allahumma salli wa sallim ala
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. سلام عليك صلوات الله.
يا الله ربي فاغفر لي
بركة الهدي محمد يا الله ربي فرحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله أشرك ببائر الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بغموض نار سفارس وسقوط الشرفات مرمية الشهادون من السماء بشوب المغرقات ورجع كل جبار من الجن وهو في صلة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من زناه النور الساطع وأشرق من باه الضياء اللامع حتى أرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Mari kita bersama-sama membaca doa Maulid Tibai. Kita mohon kepada Allah hadirkan hati kita. Semoga apa yang menjadi hajat kita, permohonan kita khususnya hajat dari Sahibul Bait Bapak Haji Hariri Sahlan beserta keluarga beserta santri-santri beliau Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Munirah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alanna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadhan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatih wasturna bidhayli hurmatih wahshurna wadan fi zumratih wasta'mil alsilatana fi madhihi wa nusratih wa ahyina mutamassikina bisunnatihi wa ta'atih wa amidna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhulha wa anzilna ma'ahu fi qusurha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yashfa'u yawma yashfa'u lil khalaiki fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qad rasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i tawbati dhunuba wa satarta birida'il mawfirati uyub. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun ma'anahumul qadha'u anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil kubur wafikna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarrid duhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika shakirin wa li yawmi liqaika min adh-dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idha tawaffaytana فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندبأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة وفي هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.